سيد خالد، كنا نتحدث عن فكرة إبداء حسن النية من جانب واشنطن بالإعلان أو رسالة الإبقاء على النظام الحاكم في بيونغ يانغ مقابل تفكيك البرنامج النووي. مثل ما قلت، أعيد القول على أنه الرئيس ترامب الأمس الذي تابع كلامه في البيت الأبيض هو أعطى وعود أكثر بكثير مما قيل سابقا. هو وعد بأن يجعل من كوريا الشمالية دولة ثرية، تعهد بحمايتها وبدعمها عسكريا ودعمها ماديا ودعمها سياسيا، يعني أعطاه وعود غير محدودة. لكن في النهاية المطالب الأمريكية الغير معلنة هو تفكيك البرنامج النووي الكوري، وهي وليصة التأمين الوحيدة لبقاء نظام في كوريا. يعني الولايات المتحدة ليست المثل للدولة التي تحترم الاتفاقيات الدولية، سواء إلغاء اتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، أو مثل ما ذكرت منذ بداية هذا البرنامج استعمال مثال هو الاتفاق مع ليبيا كمثل لاتفاق كوريا الشمالية. أنا لو كنت مكان الرئيس الكوري الشمالي لن أثق بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة، لأن هنالك تجارب عديدة على عدم التزام الولايات المتحدة بتعهدات الدولية. ولهذا أنا أعتقد أن هذه المفاوضات التي ستبدأ قريبا تكون فاشلة، يعني هذا شيء شبه مؤكد. لكن ربما الثقة لدى الزعيم الكوري الشمالي تنطلق من ورقة قوية، هو بالفعل لديه هذه الأسلحة أو هكذا يقول، وهو بالفعل يتحرك الآن من منطق قوة وأرضية صلبة، لا يتحرك وهو يعني مجبر على القدوم إلى هذه القمة. ألا يعد ذلك في حد ذاته دافع أو ضغط على واشنطن ربما للتعامل بطريقة مختلفة عما حدث في الاتفاق النووي مع طهران أو حتى مع ليبيا؟ لا شك هناك فرق أساسي، أنه إيران لم يكن لديها سلاح نووي وكوريا لديها سلاح نووي، فالمعادلة تختلف. هذا بالتأكيد. كذلك إيران لديها حليف، كوريا الشمالية لديها حليف يزودها بكل شيء وهي الصين. بالضبط، يعني الصين من وراء كوريا الشمالية، هذا أمر لا يستهان به لا شك. لكن هنالك مطالب كوريا الشمالية، أولها انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، إعادة توحيد الدولة، وهذا شيء كوريا تريده والولايات المتحدة تقول أنها تدعمه، لكن ضمن ماذا؟ وأنا لا أعتقد حتى أن الصين تريد دولة كورية موحدة قوية تنافسها اقتصاديا وسياسيا في المنطقة.